ورجعنا لكم تاني، وزي ما اتفقنا النهاردة بنحتفل بالكريسماس. هابي نيو يير، سنة سعيدة عليكم إن شاء الله. النهاردة حابين نقدم لكم أفكار مختلفة تعملوها لولادكم وبأبسط الأشياء. اتكلمنا عن الشوكولات بكل أنواعها، وقلنا لكم قد إيه إنها سهلة ومتوفرة في كل الأماكن، وممكن تجيبوها وتعملوها في بيوتكم. ودلوقتي بنتكلم عن حاجة حلوة قوي بيحبوها كل الأطفال. مين من الأطفال ما بيحبش الكب كيك والكوكيز؟ حاجات حلوة جدا وسهلة جدا ومفيدة كمان لولادنا، ممكن نعملها ونبسطهم بها ونخليهم يبتدوا السنة جديدة وهم مبسوطين. خلوني دلوقتي أرحب معاكم بأستاذة شيماء، صاحبة فكرة الكوكيز وإزاي تعمل الكب كيك بمنتهى السهولة، هي اللي هتعلمكم. ومعايا طفلين حلوين قوي، معايا عبد الله وطلعي. هابي نيو يير. هابي نيو يير، كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب، وإن شاء الله تحققوا في 21 كل اللي تتمنوه باذن الله يا رب ان شاء الله. قولي لي يا شيماء، في البدايه طبعا احنا بنبدا في سنه جديده واحنا بنحب دايما نبسط ولادنا، وبالذات بالحاجات اللي فيها بابا نويل والحاجات اللي فيها بهجه. راس السنه يعني البهجه، كلها الوان حلوه، اخضر احمر، حاجات بتبقى مخلينا مبسوطين. قولي لي امتى بداتي تعملي الكوكيز وتقولي ان دي فكره انا بعملها وكمان بقت مشروع؟ بدات اعمل الكوكيز من عبد الله صغير وهو عنده سنتين، كان بيحبها قوي، وانا جربتها بصراحه بره مصر وعجبتني جدا، وبدات بقى يعني اجرب يعني ريسيبيز او حاجات وصفات هنا في مصر لغايه ما وصلت الوصفه قريبه وعجبتني قوي يعني، وبقيت في كل مناسبه مثلا في العيله بعملها. ففي الاخر يعني كلهم رشحوني ان انا ابدا مشروع خاص بيا. يعني انت شايفه ان انت كنت الاول بتجيبيها بتشتريها؟ وكتير بقى بتبقى غاليه طبعا. وخامات يعني برضو في الاخر بتبقى حاجات مش زي اللي بتتعمل مش زي في البيت. طبعا. وحسيتي لما انت اللي ابتديتي تعمليها فعلا في توفير عن ما كنت بتشتريها؟ جدا جدا. الحمد لله، حتى يعني الخامات بتاعتي خامات اللي موجوده في كل حته اللي بيستخدموها في يعني بجيبها من السوبر ماركت، وفي نفس الوقت مش غاليه وما تجيش اصلا يعني نص اللي احنا بنشتريها جاهز. ودلوقتي عبد الله بقى ياكلها كتير ومبسوط بيها. طبعا. صح يا عبدو؟ صح. بتحب الكوكيز اللي ماما بتعملها؟ بتحبها قوي؟ انت مش عايز تتكلمني ليه؟ لا طبعا بيتكلم. قول لي يا عبدو، هتعمل ايه في السنه الجديده؟ عبد الله اتكلم، هتعمل ايه في السنه الجديده؟ انا هتروح فين؟ هروح عند المول. طب هتاكل الحاجات اللي مامي بتعملها؟ بتحب الكوكيز اكتر ولا الكب كيك اكتر؟ طب نسال تولاي. يا تولاي عامله ايه؟ يا هابي نيو يير. اولا مبسوطه جدا ان انت معايا. بتحبي الكوكيز؟ طب نسال تولاي بتحب ايه؟ بتحبي اني اكتر يا تولاي، الكوكيز ولا الكب كيك؟ الكب كيك. الكب كيك. طب بتحبي اكتر ان انت تعمليه بنفسك ولا تجيبيه جاهز؟ اعمله بنفسي. تعمله يعني انت النهارده هتتعلمي الوصفه عشان تروحي البيت تعمليها مع مامي؟ بجد؟ طب يلا قولي للاستاذه شيماء انا عايزه اتعلم منك كل حاجه بالتفاصيل. ايه رايك نقطع دي كده؟ يلا كلمينا ايه بقى العجينه اللي انت فردتيها دي عشان كل الامهات تعرف. عجينه سكر موجوده في السوبر ماركت دلوقتي، جاهزه بكل الالوان. جاهزه بكل الالوان. ولو مش موجوده ممكن اجيب عجينه بيضاء، وبيبقى في الوان برضو موجوده في نفس المكان في السوبر. وطبعا الالوان هيلثي جدا ما فيهاش اي مشكله. جدا طبعا ما ينفعش الحاجات دي تتباع الا لو مصرح بيها يعني. تمام. بس بفردها كده بطبقه رفيعه بالسمك اللي انا عايزاه، بس على قد ما اقدر تبقى رفيعه عشان ما ياكلوش كميه سكر كبيره. ممكن استخدم شويه نشا تحتيها تسهل عليا برضو لما اجي اطلعها بعد كده. حلوه جدا. اوكي زي كده. هنا دي عندي كوكيز الزبده. انا خبزتها بالطريقه المعتاده. وكده. ازاي بقى؟ اول حاجه بجيب ممكن بس خليهم يشتغلوا. طبعا. اوكي ممكن تقطعوا دي كده عشان نلزقها هنا. يلا مين هيعمل؟ عندي كوبايه زبده طريه ومعاها كوبايه الا ربع سكر. كوباية زبدة طرية، كوباية ربع سكر. بطحنها كويس قوي السكر، وبضربه مع الزبدة لغاية ما تبيض. حلو قوي. وبعد كده بيبقى عندي بيضة بدرجة حرارة تولاي. يلا يا تولاي. بيضة بدرجة حرارة الغرفة وفانيليا بضيفهم عليها وبضربها معاهم برضو. وبعدين ببقى مجهزة عندي 3 كوبايات وربع دقيق.
واضيفها ليهم وبس كده بتتكون عندي عجينه. وده يعمل لي كميه قد ايه؟ كتير كتير كتير، كميه كتيره يعني وحلوة. يعني تقضي ولادي ويتبسطوا ويبقوا مبسوطين جدا. وبعدين كمان العجينه دي بتتعمل ممكن يعني الكوكيز نفسها بتتعمل ممكن تستحمل تقعد معانا مثلا لغايه 5 ايام تبقى فريش في علبه. ايه بقى اللي بتبتدي عليها؟ ده يعني ممكن لزق غذائي بس انا بستبدله مثلا بجلوكوز مخفف بس عشان ادهن بيه الزق بيه بس الفونداي يبقى ثابت على بنحط عليها العجينه بقى والاشكال طبعا احنا عملناها براحتنا جدا يعني بص احنا دلوقتي بس بنعمل الكفر ده الاساسي وبعد كده ممكن يحطوا ستار ممكن يحطوا هارت ممكن يحطوا اللي هم عايزينه. حلو قوي الحاجات اللي معانا اصلا شكلها تجنن. كل مناسبة بتعملي ليها حاجات شغلها؟ كان عندي شغل الهالوين في شهر اخر 10 كل مناسبة غالبا بعمل لها الحاجات بتاعتها وانا اكتر عندي شغل بيبقى الاوردرات فيه ممكن كتير في العيد ميلادات اكتر ولا في المناسبات اللي زي الكريسماس الاعياد؟ اكيد طبعا في المناسبات اللي هي زي الكريسماس والاعياد وكده وانا اصلا كمان تخصصي اكتر في الكوكيز اللي هي الامريكان اللي هي الشوكليت شيبس كوكيز او الكوكيز اللي هي بقطع الشوكولاته. ليه علاقه المشروع بدراستك ولا دي هوايه؟ لا خالص انا دراستي حاجه مختلفه خالص. دي هوايه انا حبيتها وبعدين حب عبد الله للحلويات وكده خلاكي تحبي تعملها له. خلاني احب اعملها له لان كنت تقريبا وصلت ان انا مرتين ثلاثه في الاسبوع بعمل بتجيبي له لا بعملها بيطلبها مني اعملها له. يا لا بيحبها قوي كده. عبد الله بتحب الكوكيز قوي كده بتطلبها كتير. وطبعا كنت بتكلف مامي قد كده فلوس. دلوقتي مامي بتوفر وبتعملها هي وكمان حاجات لله. صحيه بالظبط طبعا مضمونه انا عارفه انا حاطه ايه جواها فببقى مطمنه يا طلاي ايه اكتر شكل عاجبك في النهارده في الكب كيك والكوكيز ايه اكتر شكل حباه؟ بابا نويل. بابا نويل انت بتحبي بابا نويل؟ طب قولي لي هتعملي ايه في السنه الجديده؟ هتعملي ايه؟ نفسك تشتري ايه؟ اشتري عروسة بابا نويل واجيب شجرة الكريسماس. الله طب انت ايه رايك في شجرة الكريسماس النهارده؟ حلوة قوي. حلوة جدا؟ طب تيجي نتصور معاها بعد ما نخلص؟ نتصور كتير؟ حلو جدا. طب ايه تاني اللي بتحبيه في الحلويات يا تولاي غير الكوكيز والكب كيك؟ الشوكليت. الشوكليت. انت عارفه ان احنا كان معانا حلقه مهمه جدا النهارده كنا بنقدم كمان فيها الشوكليت في بدايه الحلقه وانا هديكي الشوكليت بعد ما نخلص. اوكي عشان انا بحبك. وايه تاني بتحبيه؟ الشيبس. الشيبس. طب بتقولي لمامي اعملي لي ايه بقى في البيت؟ كيك وكب كيك. وكب كيك ومامي بتعرف تعملهم؟ تعرف كلهم؟ طب انت لما تكبري هتعرفي تعمليهم؟ طب ايه رايك يلا تيجي بقى تعملي هنا حاجه ممكن تعملي هنا شكل الجرس عشان نلزقه على الكوكيز. الله حلو جدا شكل الجرس ده. واو عبد الله تعمل ستار ولا اوكي كده ستار. حلو قوي. واو شكله بقى حلو جدا. ايه الشطاره دي؟ انتوا شاطرين جدا. طب ايه اكتر حاجه ضايقتك يا طلال السنه اللي فاتت في 2020؟ كنت متضايقة من حاجة؟ لا خالص؟ طب ايه اللي نفسك تعمليه في 2021؟ تحطي هنا ستار. ألعب كتير قوي. تلعبي كتير قوي؟ انت ما كنتش بتلعبي السنة اللي فاتت؟ ايوه كنت بلعب بس بس عايز تلعبي أكتر. طب والمدرسة؟ تولاي هتحط هنا. ايه؟ ما بتحبيش المدرسة؟ بحبها قوي بس يعني ساعات بيكون في حاجة صعبة عليا مش بفهمها. طب بتعملي ايه لما بيكون حاجه صعبه؟ لما يكون عندي هوم ورك بيكون طبعا صعب عليا عشان المدرسين بيسرحوا حاجات انا مش فاهماها فبيدونا واجبات الحاجات اللي احنا مش فاهمينها. طب عبد الله بيقول انه بيحب المدرسه. تحب المدرسه يا عبد الله ولا بتحب تقعد في البيت؟ أبعد. بتحب المدرسه. طب بتودي لاصحابك كب كيكس وكوكيز وتقول لهم كلوا معايا مامي اللي عامله الحاجات الحلوه دي؟ يعني بتدي لهم. انت حنين يا عبد الله وكريم جدا انا مبسوطه بيك. دلوقتي مامي بتعمل حاجات حلوه تانية. انا عملت هنا شكل اللي هي الشوجر كين هنلزقها. ممكن تلزقي هنا الستار على دي عشان يبقى دي كوكيز بتاعت تولاي.
برافو يا تولاي. برافو، حلوة قوي. انت عملتيها لوحدك، شاطرة قوي. هنغير هنا بقى، نحط لون ابيض على دي ودي. ممكن ناخد جزء من الاحمر هنا نلزقه عليه. وطبعا باقي العجينة برضو مش بتترمي، بتستخدم تاني في حاجات تانية. طبعا طالما يعني ما فيهاش كريمة، ما فيهاش اي حاجة، اشيلها تاني في علبة محكمة. او ممكن يفضلوا قد ايه موجودين في البيت وما يحصل لهمش حاجة؟ مدة ان هم يكونوا موجودين يعني الكوكيز؟ الكوكيز والكب كيك. هما لو قعدوا اصلا يعني الكب كيك ممكن يقعد يعني لو قعدوا اصلا يعني انا قصدي كده لو ما تاكلوش ممكن لغايه 5 ايام، بس مقفوله في علبه يعني كويسه. لازم تتقفل ما يوصلش ليه الهواء اي حاجه. ممكن احط دي؟ ممكن. يلا اعمل يا عبد الله. يلا حط انت دي. اعمل كل اللي هعمل انت عاوزه. عايز احمر اوكي. والكوكيز لغايه اسبوع. يعني ممكن اكتر من كده، بس احنا عايزين طعمهم يبقى فريش وحلو. طب ازاي عملتي بابا نويل الحلو ده؟ انا ممكن اجرب اعمله دلوقتي لو حابه يعني، سواء هياخد وقت. اصل هو دقيق جدا يعني، حلو قوي. بصي انا هوريه للناس عشان هو شكله. هقول لك على الطريقه. بصوا يا جماعه، بابا نويل بابا نويل يا فيش هزار. انا بدات اول حاجه بالدايره لونها بينك اللي هي الوش اللي هو السيمون ده. وبعد كده قطعت وكل ده عجينة سكر طبعا. طبعا كله. قطعت نص دايرة من العجينة اللي لونها ابيض. عملت بيها الدقن، وبعد كده نص دايرة للطاقية بتاعته، وجزء صغير قوي من الابيض اللي هو الحظ بتاع الهد بتاعته. وبعد كده المستاش يعني شيك كده معين. ايه اكتر مناسبة ممكن تبقى صعب عليكي في تنفيذها وانت بتعملي الاشكال دي؟ يعني تبقى بالنسبة لك ايه الاسهل؟ مش عارفه يعني، انا غالبا اصعب مناسبه بالنسبه لي بتبقى عيد ميلاده. عيد ميلاده بدايه ان انا بدات الحاجات دي ان انا اعملها لعيد ميلاده. بعمل كل حاجه لوحدي يعني، بجهز كوكيز بقى والتورته وكب كيك. بتعملي كمان التورته؟ الحمد لله. كلها بعجينه سكر برضو ولا عادي؟ كله، ممكن بكريمه زبده، ممكن بعجينه سكر، ممكن بكريمه لباني. بس هي عجينه السكر بتبقى حلوه في اشكال للاطفال اكتر. ما نقدرش نعمل الاشكال غير بعجينه سكر، مفيش حاجه تانية ممكن تدينا شكل. في انواع تانية، في الشوكولاته طبعا، شوكولاته بس اشكال معينه، وشوكولاته ليها قوالب وليها شغل مخصوص يعني. بس عجينه السكر اسهلهم. اسهلهم والوانها مبهجه اكتر. مبهجه كل الالوان. والاطفال يقدروا يشاركوا فيها كمان. يا تولاي لما تروحي هتعملي ايه بقى، كوكيز ولا كب كيك النهارده؟ كب كيك. كب كيك هتعمليها فورا؟ طب ايه اكتر كب كيك عجباكي هنا هتاخديها بعد ما نخلص على طول؟ تاني بابا نويل. سانتا كلوز. سانتا كلوز هتاخدها خلاص، وانا موافقه جدا. انا موافقه ان انت تاخدي سانتا كلوز عشان انت شاطره. طب ايه، قول لي يا عبد الله هتعمل ايه، نفسك في ايه في 2021؟ نفسك مامي تجيب لك حاجه معينه؟ انا هعمل رايك تلزقي تورته وكب كيك. هتعمل تورته وكب كيك الاثنين وكوكيز؟ وكوكيز كمان. طب انت عايز مامي تجيب لك هديه في السنه الجديده؟ عايزها تجيب لك ايه؟ ايه مامي هتجيب له ايه؟ هو عايز بريزنتس بحلقه. لا انت كده هتكلف مامي جدا. انا طبعا مبسوطه بفكرتك والمشروع حلو قوي لانه بسيط، وفي نفس الوقت انا فرحانه انك قدرتي تعملي حاجه ابنك بيحبها. يعني انت طول الوقت بتبسطيه وتعملي له حاجه مفيده. عبد الله هاتي هنا، ده اللي شجعني فعلا، ان حاجه انا بحبها وهو بيحبها. وكنتي بتكلفك ماديا كمان كتير، فدلوقتي انت بقيتي تعمليها ومطمنه للمنتج اللي انت بتعمليه. فده اجمل حاجه في الموضوع. برافو. في حاجه تانية هتعملها لنا النهارده؟ لو حابين ممكن نعمل شكل اللي هو الجينجر بريد مان. اوكي انا مش عارفه الوقت ايه اخبار. يعني ممكن دي تكون اخر حاجه معانا دي اخر حاجه. طب خلينا نعمل الشجره برضو، ليها علاقه بالكريسماس، بتبقى حلوه قوي. احنا بنحط نشا عشان تساعدنا اكتر في الفرز. بنحط نشا، بس هنا دي بتساعدني برضو لانها سيليكون. مامي ممكن نحط ستور على الكريسماس تري؟ هنحط ستور. اوكي هنخلص ونحط الستور. هنحط دلوقتي كده. هتقطع انت وتولاي. احنا دلوقتي بنعمل الشجره. انت هتقطع شجره وتولاي هتقطع شجره. يلا يلا بسرعه بسرعه. دوس عليها جامد قوي. برافو برافو يا عبد الله، انت قوي. برافو. خلاص يلا يا تولاي.
هطلعها تولاي. ايوه ممكن ترجع لهم ورا شويه عشان نشوفهم. برافو شاطره يا تولاي. برافو برافو. لا الاثنين حلوين أوي. الشجرتين حلوين قوي عشان هما شبه بعض. الاثنين الكوكيز حط عليهم. طب ازاي بتعملي الاشكال نفس يعني نفس الكوكيز بتبقى نفس الشكل برضو بيبقى ليها قوالب كده؟ اه القطاعه زي دي كده. بقطع بيها الكوكيز وبعد كده بقطع بيها ال وفي الفرن يقعدوا قد ايه وقت؟ الكوكيز يعني الحجم المعتاد بتقعد 10 دقائق على حراره 180. 180 تقعد 10 دقائق. حلو قوي. ايه رايك تلزقي دي كده؟ يلا يلا تلزقي دي كده. لاي برافو 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 برافو. يلا هنعمل بقى حاجه حلوه قوي زي السربرايز كده. هنحط سبرينكلز على الشكل. الشجره حلوه قوي. نحط كده السبرينكلز هنا وهي باي ماجيك كده هتلزق في دي بس في اللاين ده بس. عشان احنا حطينا في اللاين ده بس. ايوه هو شكلها حلو جدا. وبعدين هنا كده واو يعني كده واو. حط واحد بس ناقص ستار بس. عايزين نحط ستار. بقالك قد ايه تقريبا من هو عنده سنتين دلوقتي خمسه؟ انا بعمل الحاجات دي بقالي 3 سنين بس المشروع بقاله سنه بالظبط. وحاسه ان هو كعائد مادي برضو يعني كويس ولا ممكن يكون الستور اللي وقعت؟ كعائد مادي يعني انا اكتر ببص للعائد النفسي بالنسبه لي ان انا بعمل حاجه انا بحبها بطلع فيها طاقتي ومش بتاخد وقت برضو قادره اوظف ما بينها وما بين البيت مش بتاخد مني وقت كبير. طب ايه رايكم نعملها هارت عشان الستار اللي هي وقعت منها في الاول؟ اوكي نعملها هارت. وبس يعني يعني انا ببص اكتر للعائد النفسي والعائد المادي طبعا زي ما قلت طبعًا. ان انا وفرت كتير من اللي انا كنت بتكلفه. وبرده يعني ودي طبعا حاجه مهمه جدا ان الام تعرف ازاي توفر برده وتعمل الحاجات اللي اولادها بيحبوها وكمان تكون صحيه. مظبوط لان اكيد الاطفال من حقهم انهم يطلبوا ومن حقهم ومن حقهم علينا برده ان احنا نلبي لهم طلباتهم. نجرب لهم. صح يا تولاي؟ صح. هتعملي النهارده كب كيك؟ انا مبسوطه بيكم جدا. قولي لي اخيرا بتتمني ايه في 2021؟ بتمنى سنه احلى واجمل و يكون ان شاء الله كل الناس حققت احلامها يا رب. بلدنا دايما للاحسن والاقوى ان شاء الله. بس كل اللي كان عنده احلام في 2020 ما عرفش يحققها ان شاء الله السنه دي يحققها. وانا بتمنى لك كل خير. بتمنى المشروع دايما يبقى قوي وتكملي فيه وتعملي دايما الحاجه اللي بتحبيها وتبسطي عبد الله قد ما تقدري. كتير ربنا يخليك. مبسوطه يا تولاي بيكي جدا وهابي نيو يير وسنه سعيده عليكي ويا رب كل ايامك حلوه زيك. مبسوطه بيكي يا عبد الله قوي وبحبك قوي وفرحانه ان انت بتحب الكب كيك وطلبتها من مامي وخليتها تعمل لنا حاجه حلوه قوي وكل الناس استفادت بسببك النهارده. زي ما قلنا لحضراتكم النهارده حبينا نقدم لكم حاجات مختلفه في الكريسماس. حبينا نقول لكم ان بابسط الاشياء ممكن تعملوا لاولادكم الحاجات اللي بيحبوها. عملنا الشوكليت وعملنا الكب كيك وعملنا كمان الكوكيز. دلوقتي هروح لاخر حاجه معايا النهارده وهي القصه. القصه اللي بنقدم لكم منها حكمه وعبره وقيمه مهمه جدا تقدروا تستفيدوا منها وكمان تخلي ولادكم يستفيدوا منها. يلا اقعدوا انتوا ولادكم اتفرجوا على القصه وان شاء الله اشوفكم باذن الله يوم الجمعه الجايه ومعادنا دايما على شاشه المحور بيكون كل جمعه الساعه 3 العصر والاعاده بتكون يوم الاثنين الساعه 10 صباحا. بحبكم جدا وسنه سعيده عليكم. اشوفكم على خير. تحياتي ليكم مروه عزام.